يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كنت بقول لحضراتكم السيد حمدين صباح المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه ومحتمل لان باب الترشيح لم يفتح بعد، وان كان هو اكد انه سيستمر في الانتخابات. بعض الاصوات تطالب حمدين صباح بالانسحاب من الانتخابات حتى يضع المرشح المحتمل الاخر المشير عبد الفتاح السيسي في موقف حرج، أنه وحده والقوى السياسية بأكملها حتى من هم من مناصري 30 يونيو ينسحبون، ولكن حمدين صباحي بحسه الوطني يصر على المشاركة في الانتخابات لأن لديه مشروع ولديه رؤية ويتمنى أن يحقق هذه الرؤية، وده حقه. السيد حمدين كان موجود في نقابة الصحفيين النهاردة ولكن حدث هرج ومرج. السيد حمدين كان بيتكلم في لقاء كبير حضروا أعداد كبيرة من مؤسسي التيار الشعبي، وكانوا بيتكلموا عن الشباب المعتقلين والمقبوض عليهم. لما اتكلم حمدين صباحي البعض هتف وقال له أنت زي العسكر، أنت ما تنكرش أنك من العسكر والثورة مستمرة. أنصار سيد حمدين صباحي غضبوا من ده، حصل اشتباكات، خرجوا بره القاعة، سيد حمدين صباحي وقف على مكتب وخاطب الكل وقال لهم أرجوكم اللي خرجوا والمعارضين يتفضلوا يدخلوا القاعة ويتكلموا زي ما هم عايزين، ولكن لم يستمر الأمر بشكل طيب، مما اضطر سيد حمدين صباحي حسب الأنباء المنشورة إلى الخروج من باب آخر غير باب نقابة الصحفيين. معي الأستاذ حسام مؤنس المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي. مساء الخير أستاذ حسام. مساء النور يا أستاذ خير، مساء النور على الجميع. أهلا بيك أستاذ حسام. ممكن تحكي لنا ماذا حدث اليوم في نقابة الصحفيين في ذلك اللقاء الذي كان فيه السيد حمدين صباحي؟ الحقيقة النهاردة كان في مؤتمر في نقابة الصحفيين منظمة عدد من القوى السياسية حول قضية الشباب المعتقلين والمحبوسين في وقائع مختلفة. المؤتمر ده كان نظمه حزب الدستور والتيار الشعبي المصري وعدد من القوى السياسية المصري الديمقراطي وحزب العيش والحرية وآخرين من القوى والحركات الشبابية. المؤتمر كان ماشي بشكل طبيعي جدا لحد ما حصل للأسف يعني نوع من التعدي في الهتاف أو يعني المزايدة في الموقف السياسي، فحصل بعض الانفعالات وانتهى الامر عند هذه. كانت المزايده على ايه استاذ حسام عشان لو المعلومات يعني على ما يخص الموقف مما يسميه البعض الموقف من العسكر، وكان فيه هتافات يعني عاليه للسقف السياسي بحكم الموقف اللي الناس كانت فيه وحجم الاستماع لشهادات الاهالي والمعتقلين، لكن الامر وصل لتوجيه يعني الكلام الى احد الحضور وهو السيد حمدين واتهامه بانه يعني تابع للعسكر او غيره، وده كلام طبعا مش مقبول في المؤتمر السياسي. يعني مقبول انه يبقى في خلافات في وجهات النظر لكن مش مقبول انها تتحول لنوع من المزايدات، لكن ده اللي حصل وعلى اثره حصلت بعض الانفعالات يعني ربما كان مبالغ فيها من البعض وتم احتوائها سريعا. والاستاذ حمدين بنفسه والاستاذ هاله شكر الله خرجوا للشباب اللي كانوا في محل انفعال وطلبوا منهم تهدئه الامر والعوده الى المؤتمر، وتم استكماله بالفعل واستمر المؤتمر حتى نهايته. لكن للاسف كان في يعني بعض الاطراف اللي اظنها متعمده افساد هذا المؤتمر لانها استمرت في نفس السلوك ونفس النوع من الممارسات اللي فيها تجاوز قررت ده مع الناس اللي كانت موجوده في مؤتمر حزب الكرامه، وهو كان منعقد في نفس التوقيت ايضا في مقر الصحفيين المؤتمر العام للحزب، وقررت ده خارج مقر نقابه الصحفيين امامه، فحصل مره اخرى نوع من المناوشات بين الشباب للاسف انها طالت بعض الصحفيين والمصورين بالخطأ بالتأكيد يعني لم يكن أحد. نعم البعض يقول أن مناصري الأستاذ حمدين اعتدوا على الصحفيين وحبوا يسحبوا أو يمسحوا اللقطات التي تم التقاطها للاشتباكات. لا لم يتم مسح أي لقطات، أنا الحقيقة ما أعرفش إيه اللي تم بالظبط لأنه في التوقيت اللي ده كان حاصل فيه في قاعة الدور الأول وأمام مقر النقابة أنا كنت لازلت موجود في مقر انعقاد المؤتمر الخاص بالمعتقلين، لكن اللي عرفته أنه في بحكم اللحظة وبحكم يعني الأعداد الكبيرة اللي كانت موجودة حصل بعض التجاوزات. أنا شخصيا أبديت اعتذاري لكل من تعرضوا لمثل هذا الموقف من المصورين والصحفيين لأنهم بالتأكيد مش هم المقصودين أبدا من هذا الموقف المرتبك، وأظن أنه هذا المشهد كله على بعضه في غرضين رئيسيين. الأول هو أنه في تعمد لإفساد مؤتمر مهم جدا عن المعتقلين في حضور من اوزان محترمه مش بس الاستاذ حمدين والاستاذه هاله شكر الله وممثلي الحزب المصري الديمقراطي وغيرهم وعدد كبير من اهالي واسر المعتقلين وشباب ممن اخلى
تقابلهم، ففي تعمد للتعميه على قضيه مهمه لابد من الالتفات ليها. واعتقد النهارده كانت فرصه مهمه للالتفات ده، لكن حصل يعني في ظني انه في تعمد واضح لافساد هذا المشهد. والنقطه الثانيه انه في تعمد ل يعني تصوير الاستاذ حمدين بما ليس فيه الحقيقه. هل فعلا الاستاذ حمدين لم يستطع الخروج من باب النقابه وخرج من باب الجراج؟ الاستاذ حمدين استمر موجود داخل النقابه بعد انتهاء المؤتمر مع الصحفيين ومع الشباب اللي كانوا موجودين، ثم انضم بعدها للمقر للمؤتمر بتاع حزب الكرامه مره اخرى، ثم خرج. الحقيقه انا مش عارف بقى هو خرج من انه باب، وما اعرفش ان نقابه التحكيم ليها اكثر من باب، يعني دي مساله فرعيه التركيز عليها رايي مش هو الموضوع. نعم. طيب بشكرك جدا استاذ حسام مؤنس المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي وباسم حمله السيد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. اخيرا، ما تزال ازمه طلاب كليتي صيدله جامعتي القاهره والمنصوره قائمه. وصل الطلاب اضربوهم عن الدراسه، خاصه بعدما قرر اتحاد طلاب كليه اتهم اتحاد طلاب كليه صيدله المنصوره وزاره الداخليه باختطاف عدد من زملائهم وتلفيق اتهامات بتكوين خليه ارهابيه للمعتقلين. الطلبه قالوا ان احنا مذهولين من اللي حصل يوم الاربعاء والخميس الماضيين، فوجئنا بظهور زميلين لنا مصطفى جلال محروس وابراهيم يحيى عدب على شاشات الفضائيات واتهامهما بتكوين خليه ارهابيه تستهدف ضباط الشرطه بحسب بيان وزاره الداخليه اللي القت القبض على 5 طلاب قبل اذاعه هذا البيان. والاتحاد قال ان الوزاره اختطفت ايضا محمد مصطفى عرفات ومحمد فوزي شاهر وبلال شتله وانكرت وجودهم، ثم تم لاحقا ترحيل عرفات الى سجن ترى. ايضا طلاب كليه الصيدله بجامعه القاهره وصلوا اضرابهم بساحه الكليه للمطالبه بضروره الافراج عن الطلاب المعتقلين، رغم ان الدكتور جابر نصار رئيس الجامعه التقى بوفد من الطلاب المضربين بمشاركه الطالب عمرو عبد المولى رئيس اتحاد الطلاب وبحضور عميده الكليه الدكتوره عزه اغا. معايا الاستاذ عمر عبد المولى رئيس اتحاد طلاب صيدله القاهره. مساء الخير استاذ عمر. مساء النور يا فندم. ممكن تقول لنا لماذا اضراب طلاب الصيدله؟ على ماذا تعترضون؟ ماذا لديكم من معلومات مؤكده تتهمون فيها الداخليه بانها تتعسف وتلقي القبض على زملائكم؟ طيب، مبدئيا اضراب طلاب كليه صيدله جامعه القاهره بدا مع بدايه الترم الثاني، لان الترم الثاني ابتدى بمأساه جديده، يعني مأساه جديده باعتقال طالب حمدي احمد علي دفعه الفرقه الثانيه صيدله القاهره. ده الطالب الرابع تحديدا او الخامس اللي اعتقل من صيدله القاهره. كان في عندنا الطالب ابراهيم خطاب فرقه ثانيه نفس الموضوع. كان في عندنا طالبين خريجين دفعه 2013 اللي كان حفل تخرجهم امبارح الخميس وما حضروش مع زملائهم لان هم مقبوض عليهم من شهر 8 او من اخر شهر 8. نعم. هي دي بالظبط اسباب اعتراض او طيب هل هذا القبض يتم لانهم ينتمون الى تنظيم مصنف قانونا ارهابي، ولا لانهم بيشاركوا في مظاهرات، ولا لانهم بيمارسوا العنف في المظاهرات؟ لا يا فندم، بالادله القاطعه عامه يعني اغلب الطلبه دي تم القبض عليها اشتباها او عشوائيا من الشارع او من الطريق. ده تحديدا اللي حصل مع الطالب حمدي احمد علي، اتقبض عليه من شارع عين شمس العمومي. تمام. نعم. كان في طريقه لوالده. تمام. وكان اتقبض عليه الساعه 8 وربع بالليل، يعني ما كانش فيه اي مظاهرات ولا كان فيه اي حاجه. كان يوم جمعه بس هو ما كانش عارف في اي مظاهرات. الطلبه احنا مطلعين لهم شهادات حسن سير وسلوك، زملائهم او كل اللي اتعامل معاهم بيشهد لهم بحسن سير وسلوك. الطلبه غير منتميه لاي اعمال عنف او يعني ما ظهرش منها اي اعمال تدل على ما ينسب اليها من تهم. بالضبط القضايا بتاعتهم هي اتدخلت في فكره التجديد العشوائي بدون اي نظر للقضيه وبدون اي تحريات تسلط عليهم اي حاجه. القضيه نفسها ورقها مش كامل، ومن يتم نظره عامه من الطلبه بتوعنا او من الطلبه التانيين بياخد براءه، واحيانا بيتم الطعن عليها. طالب ابراهيم خطاب كان خد براءه قبل كده وتم الطعن عليها، لكن الحمد لله مؤخرا هو ابراهيم الحمد لله لسه مفرج عنه الاسبوع ده. كويس. للمره الثانيه. هل بيتم تواصل بينك كرئيس اتحاد طلاب وما بين النيابه العامه او وزاره الداخليه؟ تحديدا ما فيش، وده تقريبا كان احد مطالب الاضراب اللي هي المطالب المطلوبه من اداره الكليه، يعني ان احنا كنا عايزين ان اداره الكليه او العميد ان هو يوصلنا بالنائب العام سواء بوفد رسمي للتزكيه او للتوصيه على الطلبه
ان احنا نقدم له بنفسنا يعني شهادات الزملاء او شهادات اعضاء هيئه التدريس عن الطلبه اللي هم مخطوفين اللي تثبت ان هم عندهم حسن سير وسلوك. طالب حمدي احمد علي كان من الاتحاد عضو اتحاد كل الطلبه في الكليه اتعاملت معاه وكل الطلبه تشهد بحسن سير وسلوكه. نعم. احنا كان احد مطالبنا ان احنا نوصل للنائب العام بس للاسف اداره الكليه قالت ان هي ما لهاش صفه ان هي تعرف توصلنا للنائب العام وده اللي احنا قابلنا على اساسه الدكتور جابر مستر رئيس الجامعه. واللي هو وعد ان هو خلال يومين او على يوم الاثنين هيحاول يوفق مقابله مع النائب العام. ده اخر حاجه خدناها من رئاسه الجامعه الوعد ده. طيب بشكرك جدا استاذ عمر عبد المولى رئيس اتحاد طلاب كليه الصيدله جامعه القاهره. ايه المانع؟ ايه المانع ان مكتب السيد النائب العام يستقبل رئيس الاتحاد ويقول والله الاشخاص اللي انت بتتكلموا عنهم هما متهمين في واحد اتنين تلاتة بيتجدد لهم بحكم قضائي الاتهامات دي في ادلة بتقول ان عندنا كذا كذا هذا الحبس الاحتياطي قاضي التحقيق هيفصل فيه تبقى فيه معلومات واضحة اذا كان لدى رئيس اتحاد طلاب اوراق تفيد في القضية يذهب مع المحامي ويقدمها بدل ما نسيب المشاكل تتفاقم اذا كانوا طلاب سواء صيدلة المنصورة اللي الشباب بيحكوا عن بعض المقبوض عليهم وبيقولوا مقدمين حاجات بتقول ان بعض الطلاب ده كان من اللي بيجمعوا استمارات تمرد من الذين كانوا يناهضون الاخوان من مصطفى جلال اللي كان بيقوم باعمال خيرية وشخص وديع جدا وليس ليه في مظاهرات او غيره. الحاجات اللي بيبقى فيها معلومات من هذا النوع بيبقى ما فيش مانع ابدا ان اذا كان المراجعة واحدة من اتنين يا تم اتقبض عليه والتحريات لم تكن دقيقة او هو متورط بالفعل فطلعوا ادلة التورط علشان تريحوا الناس يطلع بيان يشرح للطلاب ده مقبوض عليه ليه في دليل بالفعل ولا مفيش دليل فقط مجرد المعرفة والشفافية هتريح الناس وتنهي المشاكل لكن بنسيبها تتفاقم وتكبر وطلاب يتلموا على طلاب على طلاب وقد يندس ويدخل غيره من اللي ليه كيف يستغل هذا الموقف فنلاقي أزمة كبيرة نضطر بعدها ان احنا ندور على حل دايما بندور على حل متاخر قوي. بعد الفاصل عندي لقاء مهم سجلته في دوله الامارات العربيه الشقيقه في اماره ابو ظبي عاصمه دوله الامارات العربيه كان في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الاسلاميه اللي اشرفت عليه وزاره الخارجيه وخرج بمجموعه من التوصيات المهمه التي اعلنها الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجيه في هذه الحلقة ومش بعيدة عن الإرهاب اللي بنشوفه وعن ماذا حدث ولماذا تغير الشباب وكيف يمكن أن نتحدث معهم ولماذا لدينا تطرف وتطرف بقى عندنا تطرف ديني قصاده تطرف لا ديني جايز احنا مش أخدين بالنا وجايز احنا منغمسين في الصراع مع قوى إرهابية بس في قوى تانية بتتحرك في هذا المجتمع كفرت بهذا الدين لازم نلتفت إليها. هيكون معايا النهاردة أمي العزيزة الدكتورة عبلة الكحلاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة وسيدي الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي الشهير والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر المشرف على مكتب رسالة الأزهر. أتمنى أن يكون في الحوار ما يلبي أسئلة كثيرة عند حضراتكم وبكده بعد هذه الحلقة معادنا الأسبوع القادم إن شاء الله ألقاكم على كل خير فإلى اللقاء.